أحسن لكم، هذه أسئلة وردت عن زكاة الراتب الشهري، كيف تكون؟ والله الراتب الشهري والدخل اللي يتكرر هذا هو معروف القاعدة أنه ما لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذه القاعدة. لكن كونه يبي يزكي كل ما تم حول على مبلغ يصعب عليه، لأن ضبط هذه الدواخل الشهرية ضبطها ضبط حول كل مبلغ منها يصعب عليه. فالأحسن ما أفتى به علماؤنا أنه يخصص شهراً من السنة كشهر رمضان مثلاً، ثم يزكي ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، يجعل هذا الشهر موسماً لإخراج زكاة ما لديه من المال المجتمع، سواء تم حوله أو لم يتم، لأن هذا أسهل عليه. نعم، ويبرئ ذمته أيضاً. نعم.